بعد جلسة عاصفة جاء قرار البرلمان العربي النظر في تجميد عضوية سوريا واليمن في البرلمان ووقف أنشطته في مقره الدائم بدمشق في أسرع وقت ممكن في حال عدم استجابة السلطات في البلدين لمطالبات البرلمان بوقف العنف تجاه الشعبين السوري واليمني. استمرار القتل والوحشية والإبادة واستمرار الحل الأمني لمعالجة رقبة الشعوب في الإصلاحات لا يملك البرلمان العربي إلا تطبيق هذه التوصيات، وكرئيس البرلمان العربي التوصيات، وكرئيس للبرلمان العربي سأرفع هذه التوصيات مقرونة إلى السيد أمين عامة جامعة الدول العربية. هذا هو رأي البرلمان. ومنعا لتجميد عضويتها اشترط البرلمان العربي على النظام السوري ضرورة سحب قوات الجيش والأمن من المدن السورية ووقف استخدام السلاح ضد المواطنين والحوار مع المعارضة في الداخل والخارج وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكذلك تشكيل حكومة ائتلاف وطني. نحن نتحفظ على كل هذه التوصيات جملة وتفصيلا لأن الشعب السوري اليوم ماض في مسيرة الإصلاح. بعض الآراء المتطرفة التي كان لها غاية في التصعيد تجاه الوضع في سوريا، الحقيقة طبعا نحن كممثلين للشعب السوري نشهد ونعلم وأكثر دراية بما يحصل في سوريا، والجميع هنا في البرلمان العربي أقر وأدرك أن هناك مؤامرة محاكاة على سوريا. بينما أدان البرلمان العربي إدانة شديدة الاستخدام المفرط للقوة في اليمن مطالبا بسحب قوات الجيش فورا وإبعاد مظاهر الحل الأمني الذي زاد الأزمة اشتعالا. هذه تعتبر عملية ضغط ليس إلا للأنظمة لكي يعني ترتدع عما تعمله في شعبها. يعني موقف حازم للبرلمان العربي لا يمكن مقارنته بأي حال من الأحوال بالموقف المتخاذل والمستمر لجامعة الدول العربية حيال تطورات الأوضاع في كل من سوريا واليمن. فعلى الأقل وضع البرلمان العربي شروطا وسقفا زمنيا لن يتجاوز الجلسة القادمة إذا ما أرادت كل من سوريا واليمن الاحتفاظ بعضويتهما فيه. من مقر جامعة الدول العربية هشام مهران، MTV.